السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على القاهرة ونعرف ايه سبب انها سميت بالقاهرة وسميت بالمحروسة والمعزية والمنصورية والاسامي الكتيرة دي، وهنشوف اولا اسم مصر. طيب، هي مصر اطلق على اسامي كتيرة جدا، منها اسم كيمت اللي هي نسبة للأرض السوداء او الارض الخصبة، شارة لوادي النيل والمصر كان بيزرع فيه من اول ما عرف الزراعة، وزي ما بيقولوا مصر هبة النيل. في اسم تاني برضو أطلق على مصر، جوبتس. اليونانيين كانوا مسميين مصر أرض الإله بتاح، ده إله كان موجود في اسكندرية فهم مسميين كده أرض الإله بتاح. وبعد كده جوبتس الاسم اليوناني ده اتحرف لي إيجيبت، والأسامي كتيرة جدا بتقابلها في اللغات الأوروبية الأخرى. طيب، وفي اسم مصر وده اسم قديم جدا حسب أقوال المؤرخين، لأن هو موجود في التوراة، وكلمة مصر معناها قطر أو منطقة، وتجمع على أمصار وهكذا. ولما المصريين فتحوا مصر كانوا بيقولوا على أي مصري قبطي، يعني كلمة قبطي مش معناها مسيحي، قبطي معناها مصري سواء كان مسيحي أو مسلم أو غير مسلم. يعني كلمة قبطي أصلا في الكتابة القبطية، ودي قبل دخول المسيحية مصر. وطبعا كان في عواصم كتيرة لمصر، لأن مصر يعني قبل التاريخ بكتير. فعندنا مثلا في العاصمة الأولى القديمة جدا اللي هي سنة 2950 اللي هي كان اسمها طينة، اللي هي موجودة في سوهاج، دي رأس الملك موحد القطرين الملك مينا أو نارمر وهكذا. طيب، في عاصمة منف دي في الأسرة الأولى لحد الأسرة الثامنة، دي من كانت موجودة في ميت رهينة والبدرشين والحاجات دي. وفي بعد كده أهنسيا دي من الأسرة التاسعة للعشرة وهكذا، دي موجودة في مدينة بني سويف. وفي طيبة اللي هي في الأقصر، دي كانت موجودة في أثناء الأسرة الحادية عشر والثانية عشر والثالث عشر. وفي خاسوت اللي هي الأسرة الرابعة عشر، دي موجودة في كفر الشيخ. وفي أواريس اللي هي في شمال سيناء وهكذا. وطيبة برضو في الأسرة السابعة عشر بعد طرد الكسوس من مصر، واستقروا خلوا الملك والحكم موجود في طيبة، ما عدا فترات بسيطة اللي احنا عارفينها اللي هي أيام الملك إخناتون لما عمل مدينة اسمها إختانون، وبعد كده على أساس إن هو بيوحد الديانة فصار عليه اللي هم أتباع الإله راعوا كده وراحوا قلبوا الحكم عليه وهكذا. طيب، وبعد كده بقى راح تل العمارنة اللي هو موجود في محافظة المنيا اللي هو عملها إخناتون. في طيبة اللي احنا اتكلمنا عنها، وبعد كده سنة الحجر اللي هي في الشرقية، وبعد كده شبك بسطة اللي هي في الشرقية برضو، وبعد كده سنة الحجر اللي هي في الغربية، وبعد كده في منديس، وبعد كده سمنود اللي في الغربية. وبعد كده لما دخل الإسكندر مصر فبعد كده بدأ يخلي في محافظة اسكندرية هي اللي فيها الحكم سنة 332، هو بنى العاصمة وأسس عاصمة كتيرة باسم اسكندرية، وما شاء الله يعني هو فتح بلاد كتيرة. طبعا يعني الإسكندر مش هو ذي القرنين خالص نهائي، يعني الأول واحد قال الكلام دوت كان ابن سينا، وابن سينا مش عالم تاريخ يعني او عالم دين على اساس ان احنا ناخد كلامه محل ثقة، هو اشتبه عليه الامر. وبينما يعني اغلب المؤرخين بيقولوا ان اللي هو ذو القرنين اللي موجود فيه القرآن وموجود فيه التوراة وكده ده كورش اللي هو كان بيحكم الفرس، يعني او مؤسس الفرس، لان هو ده الملك اللي رجع اليهود لفلسطين بعد ما نبوخذنصر دمرهم واخدهم أسرى. تمام. طيب، مدينة اسكندرية فضلت فترة لحد سنة 341 أثناء فترة بتاعة الحكم البطلمي والروماني، لأنه ده مناسب للمناخ اللي هم متعودين عليه وجنب البحر وسفن بتجيلهم وعاملين حصون حلوة وبتاع، فكانوا مبسوطين جدا فيه. وبعد كده اتنقل للفسطاط لما سيدنا عمرو بن العاص دخل في 640، اختار المكان دوت في مكان فسيح جنب حصن بابليون، وده مكان مهم جدا من الناحية الحربية والعمرانية،
وتقريبا اللي اختار المكان ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لان هو قال له اختار مكان ما بقاش بينه وبينك نهر، ويكون مكان قريب من مساكن الناس، ويكون في ميه جنبيه والحاجات دي كلها. فمسجد عمرو بن العاص كان في ميه بتوصل له، ويقال ان جنب، يعني هتلاقي لو رحت جامع عمرو بن العاص هتلاقي حصن بابليون، وحصن بابليون اتبنى في القرن الثاني الميلادي او اتبنى سنة 98. وبنلاقي في حاجة غريبة جدا، بنلاقي في معبد يهودي اللي هو ابن عزرا، وده اصلا يعني اتبنى بعد اسلام بكتير، كان هو عبارة عن كنيسة، وبعد كده اليهود اشتروها وقالوا ان المكان دوت اللي ام موسى رمت فيه موسى في الـ زي حاجة كده، زي مركب صغير كده، وخدته المية لقصر الفرعون وحاجات زي كده، لأن دي كان فيها مية زمان. وبنلاقي في كنائس كتيرة، منها مثلا الكنيسة المعلقة، وسميت المعلقة لأنها بنيت على الأبراج الجنوبية من الحصن الروماني، وترتفع تقريبا 13 متر عن سطح الأرض. أنا رحت زرت المكان دوت، وده مجمع أديان، يعني الناس بتستغرب فكرة مجمع الأديان وكده، ما هو الجامع هو عمرو بن العاص وجنبيه الكنائس، وأغلب الكنائس دي اتبنت بعد الإسلام، أغلب الكنائس دي اتبنت بعد الإسلام بكتير، والمعبد اليهودي اتبنى برضو بعد الإسلام، وأغلبها تقريبا يعني اتبنى في ال في حاجات اتبنت في عهد الأمويين، وفي حاجات اتبنت في عهد الدولة الفاطمية، تمام. وطبعا يعني هو عمرو بن العاص، وده يعتبر اول مسجد في افريقيا، وفي ناس بتقول لا، اول مسجد بنى في افريقيا ده اللي هو اتبنى في اثيوبيا لما المسلمين هاجروا اثناء فترة الصليب قبل ما يهاجروا للمدينة، تمام. وبعد كده هتلاقي ان طبعا كان في هناك الكنيسة الشهيدين سيرجيوس وخوس، ودي اتبنت في القرن الرابع الميلادي، وكنيسة طبعا قديمة جدا. طيب نرجع للفسطاط اللي هو بناه عمرو بن العاص، وكل الفسطاط دي يعني كلمة الخيمة، وهو كان عامل خيمة وحب ان هو يفكها عشان يتنقل لمكان تاني، ولقى حمامتين فقال لهم لا خلاص سيبوا الفسطاط زي ما هو، عشان الحمامتين كانوا عاملوا عش وبقى عندهم بيض وحاجات زي كده. وبعد كده مدينة القطائع اللي هي كانت في الدولة الطولانية اللي أسسها أحمد بن طولون في عصر الطولانية، مدينة القطائع اللي هي العساكر، أو يقسمها لقطع وأماكن عشان الناس تقعد فيها. وبعد كده العاصمة اتنقلت رجعت تاني للفسطاط، لحد ما جه بقى الحكم الفاطمي، وجه جوهر الصقلي أو الصقلبي، في ناس بيقولها الصقلي نسبة للصقلية، وفي الصقلبي نسبة للصقالبة اللي هما في أوروبا، وأسسها سنة 969 ميلاديا أو 358 بأمر من خليفة المعز الدين الله الفاطمي. وطبعا المعز الدين الفاطمي كان موجود في تونس، وبعد جوهر الصقلي يفتح مصر، وجوهر الصقلي ده هو الحلواني اللي بنى مصر، يقول لك اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، وعمل عليها سورة على شكل مربع، طول كل ضلع تقريبا 1200 ياردة، تمام. وعمل قصر كبير 70 فدان، وبدأت المدينة تكبر في المكان دوت. ونخلي بالنا إن هو كان عامل يعني المدينة اللي بناها كانت بره المكان اللي الناس بتقعد فيه، وعمل مدينة مغلقة أو المدينة الملكية، يعني السور محطوط على الناس اللي جاية مع الملك أو الناس المقربين ليه، وبقية الناس لأ معلهمش سور، عايشين بره المدينة، بحيث انهم قاعدين بره، وبعد كده ممكن يدخلوا المدينة الصبح يبيعوا ويشتروا، وبالليل يخرجوا منها، تمام. عكس اللي عمله صلاح الدين الايوبي. صلاح الدين الايوبي اولا هو كان جاي من الشام، فهم متعودين يبنوا القلاع فوق جبل، فهو بنى فوق المقطم، وبعد كده عمل سور كبير جدا دخل جواه البناه الفاطميين مع المكان اللي الناس عايشة فيه، تمام. طيب هل الفاطميين ليهم حاجات اتبنت؟ طبعا بتلاقي كل واحد بقى متعصب يقول لك لا، لو هو مثلا يعني من السنة يقول لك لا الفاطميين ما عملوش حاجة، لو هو من الشيعة يقول لك المماليك
والايوبيين ما عملوش حاجه. لا، في كل حد قعد في مصر ليه اثار موجوده حتى الان. حتى لاحظت الكلام اللي انا بقوله، انا خايف بعد ما تسمع الحاجه تلاقيها اتدمرت. بس الفاطميين مثلا اشهر حاجه عملوها مسجد الحسين ومسجد الازهر، وطبعا في مساجد كتيره باسماء اهل البيت اتبنت، وفي شارع المعز لدين الله الفاطمي، وفي مسجد الحاكم بامر الله. وطبعا عشان تميز الحاجه اللي هي شيعه، بيبقى باب المسجد طالع لبره شويه، يعني تلاقي في طرقه كده تدخل تتمشى فيها شويه. تمام، ليها سببين. السبب الاول ان انت تقعد تمشي كده في ممر ضيق، فبعد كده تلاقي واسعه، فتحس ان انت انتقلت من ضيق الدنيا لوسعه الاخره وحاجات زي كده. تمام، والسبب التاني حديث موضوع، حديث غير صحيح: انا مدينه العلم وعلي من بابها، و و و الحديث ليس له اصل من ناحيه الاسناد. طيب، نيجي نبص بقى كده على مدينة القاهرة لما اتبنت في عصر أو الجزء اللي اتعمل في عصر الفاطميين. اتبنى فعلا مدينة اسمها دار الحكمة ودار للكتب، واتبنى في حاجات كتير جدا، وأصبح عليها القاهرة أصبحت عاصمة جزء كبير جدا من الدولة. وجه المعز لدين الفاطمي بعد سنة أو سنتين من فتح مصر، لأن هو كان خايف من الشيعة. يعني هو اتأخر مش لأن هو خايف من السنة، لأن هو كان خايف من الشيعة، لأن في أكتر من فئة، فهو كان خايف من المشاكل اللي بينهم. وأول ما استقر بعت جاب جثث أجداده، يعني الناس اللي ماتوا والتوابيت بتاعتهم والحاجات دي كلها، قال لأ هاتوها من العاصمة بتاعتنا اللي موجودة في تونس اللي هي المنصورية، وهاتوها ونبدأ نبني دولة عندنا هنا. وطبعا اتسمت في الأول، كانوا عايزين يسموها المنصورية نسبة للمنصور أبو المعز لدين الله الفاطمي، وكانت زي يعني هو مقر الفاطميين كان اسمه المنصورية، وبعد كده قال لك هنسميها المعزية نسبة للمعز لدين الله الفاطمي. والإمام تقي الدين المقريزي اللي هو عاش 1364 ل 1442، إن معز الدين الفاطمي لما حب إن هو يفتح مصر جمع الناس وقال لهم إحنا عايزين نبني مدينة تسمى القاهرة تقهر الدنيا، والله أعلم. وكل إن الاسم دوت نسبة ليه الكوكب المريخ اللي هو بيسموه القاهر. هما لما جم يبنوا قال لك إحنا لازم إيه نتفائل باسم، نتفائل بحاجة. فقال لهم يعني هنقعد ونشوف الحاجة هتتبني إزاي وكده، وقال للناس يلا جهزوا حبال وحاجات كده، عشان أول ما أقول لكم اتفقنا على الاسم تبدأوا تحفروا. فكان في زي غراب كده واقف على الحبال وهزها، فافتكروا إن دي إشارة عملوها. في اللحظة دي كان ظهر القاهر، فسموا المدينة القاهرة. الله أعلم بصحة القصة دي ولا لأ، بس دي مذكورة في كتب كتيرة جدا. تمام، وبعد كده في بدر الجمالي بدأ يبني سور أقوى من السور اللي كانت بنا زمان، وكتب بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله عليه ولي الله بعز الله العزيز الجبار، وحتى الإسلام وتنشر المعاق الأسوار. رؤية إنشاء باب الإقبال والسور المحيط بالمعزية القاهرة المحروسة. طب كلمة المحروسة دي يعني الناس تقول لك محروسة من قبل الله أو كده؟ لا، هي بسبب إن هو عمل سور. كان ساعتها أي حاجة بيتبني عليها سور بيسموها المحروسة. طيب، وبعد ما صلاح الدين جه ودخل مصر تبع الدولة الأيوبية أو كده، بدأ يعمل قلاع وبدأ يجهز لحماية البلاد. فلذلك الآثار اللي موجودة قليلة، أغلبها حاجات قلاع حربية وحاجات زي كده، والسور الكبير اللي مبني. وطبعا البلد فضلت القاهرة تكبر وتزدحم والحاجات دي كلها، وحاليا بيحاولوا يعملوا عاصمة إدارية جديدة إن شاء الله تخفف الحمل على اللي موجود في القاهرة الحالية.